وصورته مرسومة في الجرنان كمان زي القطط بسبعة ارواح. يا ما نفس النار اللي جواي تنطفي، والنار كل ماذا بتزداد يا ولدي، كل ما اسمع عنه خبر زين ومليح. ها وعيقولوا ايه عنه كمان؟ هيقولوا انه عيتنقل بيته قريب، وان الحكومة بتشتغل لاجل ما توصل للي طخه. نجوم السماء اقرب ليهم يا ولدي. المحامي طاب يا ضاحي، وولدك علام هيكمل المشوار، وفي نهايته هكون نهاية المهضور المحامي، ولازم تكون نهايته لأجل ما ترتاح في تربتك. وصدقني يا ضاحي، صدقني يا غالي، مهما طال الزمن راح ناخد بطارك، وما راح ننسى اللي عمله فيك أبدا أبدا. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين الأجلاء، إن المتهم الماثل أمام عدالتكم قد أحالته النيابة العامة
بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وسرقة الآثار المشار إليها بمحاضر التحقيق، وطالبت النيابة العامة بمعاقبته بالمواد الواردة بأمر الإحالة. ولما دعينا للدفاع في هذه القضية شعرنا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام ضمائرنا وأمام الله وأمام الناس، وما كنا لنحمل هذه المسؤولية لولا ثقتنا الكبيرة في عدالة القضاء واستقلاله، وأيضا ثقتنا في براءة المتهم. ادخل في الدفاع على طول يا أستاذ، احنا قارين الواقع كويس. بالاستنتاج العقلي والمنطقي لكيفية حدوث هذه الواقعة يتبين لنا استحالة وقوع هذه الجريمة بالكيفية الثابتة بالأوراق، بل يتبين لنا استحالة أن يكون مرتكب هذه الجريمة شخص واحد، لأن مثل هذه الجريمة تستلزم تدخل أكثر من شخص لتحقيق النتيجة الإجرامية. سيادة القاضي، لا يمكن عقل يتصور إن واحد هيدخل مسرح الجريمة علشان ينفذ جريمته ويقتل شخصين. لو هجم على الشخص الأولاني علشان يقتله، الشخص الثاني هيقف يتفرج؟ هيستنى دوره؟ العقل بيقول إنه يصرخ، يستنجد، يملى الدنيا صريخ. ثمة أمر آخر سيد القاضي، إحنا لو نظرنا لتقرير الطب الشرعي أهو، آدي التقرير بيقول: وجد في رأس المجني عليه الأول جرح قطعي غائر بمقدمة فروة الرأس طوله 15 سنتي وكسر بمؤخرة الجمجمة وأثار خدش حديث أسفل الرقبة. يعني أي آلة من الآلات المزعوم إنها ارتكب بها الجريمة، الأدوم أو الأزميل، لا يمكن لأي آلة منهم أن تحدث جرح قطعي. الجرح القطعي يلزم له آلة حادة لها نصل زي سكينة، سطور، بلطة. وبما إنه ثابت أيضا في تقرير الطب الشرعي وجود أثار خدش حديث أسفل رقبة المجني عليه الأول وكذلك خدش باليد اليسرى للمجني عليه الثاني، يعني كان في عنف، كان في اشتباك، كان في قوة، وكان في مقاومة، وده لا يمكن لمتهم واحد إنه يقوم به. أما بالنسبة لوجود آثار بصمات المتهم على الأدوم والأزميل فده أمر طبيعي، لأن دي الأدوات اللي بيستخدمها في شغله يوميا. أما وجود بقى دماء المجني عليهم على الأزميل والأدوم فدي براعة وحنكة شديدة جدا من المتهم الحقيقي اللي ارتكب الجريمة، حط دم القاتلين على الأزميل والأدوم لكي يوحي بأن مرتكب هذه الجريمة هو هذا المتهم المسكين. سيدي، هذا هو التصور الحقيقي للواقع التي نحن بصددها، وهو استنتاج يتفق مع إعمال العقل، خصوصا أنه لم يضبط مع هذا المتهم أي آثار مسروقة. وهنا يقفز السؤال: أين الآثار التي سرقت؟ في طلبات تانية؟ أنا أدفع باستحالة تصوير الواقعة وعدم معقوليته، كما أدفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي. إثبت الدفوع اللي ذكرها الأستاذ. أنا أطلب من عدالتكم تأجيل القضية لأقرب جلسة، لأن عندي دليل هيغير سير الدعوة تماماً، وسيكون هذا الدليل دليلاً حازماً وحاسماً. ممكن سيادتك توضح؟ بعد إذن سيادة القاضي. تؤجل القضية لجلسة 22/4 على أن تكون الجلسة سرية. رفعت الجلسة. اهدي يا ضاحي. أو كلام يا معلم، كل المحامين بيعملوا بده لأجل ما يضيعوا الوقت ويحللوا نفسهم القرشين اللي بياخدوه. متوكد من اللي بتقوله يا ضاحي؟ اللي أنا متوكد منه إن التهمة فوق رزين، وأنا ماليش يد فيه. اطمن.
افتح الباب يا علام. حاضر يا ابوي. اهلا يا خواجه. ابوك موجود؟ ايوه موجود. مين يا علام؟ ده الخواجه دافد يا ابوي. خليه يتفضل يا ولد. اتفضل يا خواجه اتفضل. اتفضل يا مدام وروح اعمل لنا الشاي. اتفضل يا خواجه اتفضل. نهارك سعيد مدام. مبارك يا خواجه اتفضل. اهلا وسهلا يا خواجه. اهلا وسهلا تفضل تفضل. ايه الاخبار مستر داحي؟ الاخبار زين يا خواجه. يا ترى اللي وعدتني بيه موجود؟ موجود. اشوفه حبيبي. بس اشوف فلوسك الاول. فلوسي جاهز وفي الشنطه دي. اه بس كيف راح تخرج بالاثارات دي؟ دي شغلتي. وصحراء سينا مليانه مسالك زي سكه ابو زيد على راي ما بتقوله مصريين. اه الشاي يا معلم. حاضر يا ابو علام حاضر. يعني الفلوس كاملة يا ضاحي؟ بالتمام والكمال. وسلمته؟ استلم. وبقيت الاثارات اللي في الصندوق؟ دول لم يخصوا خواجه تاني اتفقت معاه وراح ياجي يستلم بعد شهر. والمبلغ كبير يا ضاحي؟ اكبر من دولم يا معلم. وبرضك فلوس اجنبي وبعدها ندفع الخبر مجور ونبطل الشغلانه لا من شاف ولا من دري ونبقى من البهوات والاعيان. وقلنا خلاص الدنيا هتفتح لنا ذراعاتها وتضمنا باحضانها ونعيش زي بقيه الخلق اللي عايش لحد ما طلع علينا اليوم المشؤوم اياه. افتحي. خير يا علام؟ مالك يا ولد ايه اللي حصل؟ مصيبه يا امي مصيبه وحطت على راسنا. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ زين النجاش. زين النجاش اللي كان متهم في القضيه هياخد البراءه. كيف كيف يا ولدي؟ المحامي اللي اسمه محمود ده جاب شاهد اثبات واعترف على ابوي ان هو اللي قتل امين المخزن وسرق الاثارات. المحامي صدق في كلمته يا امي والدنيا هتنهد فوق راسنا. خبر ايه الشم ده؟ هو ده اللي حصل. وين بو يا ماي؟ وين؟ حكمت المحكمة حضوريا على المتهم ضاحي علام السيد بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي. كان يوم أسود من قرن الخبور. فاكرة يا ماي اليوم ده؟ وكيف يا ولدي اتنسخ؟ كيف؟ أيوة اليوم اللي اتنفذ فيه الحكم على بوي. وراح بوك بسبب المحامي. المحامي يا ولدي هو عدونا، هو الحية اللي لازم راسها تنقطع. واني افضل وراه لحد ما عزرائيل ياخد روحه وعلى يدي امي. مبروك يا محمود. مبروك يا حبيبي. مبروك على ايه؟ الدكتور هشام طمني وبلغني انك هتسيب المستشفى وتروح على البيت. امتى يا ماما؟ بكره ان شاء الله يا حبيبتي. الف مبروك يا بابا. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. اهو كده بقى دلوقتي ممكن نقول لك بصحيح حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بس رجوعوا البيت فيه راحه تامه برضو. راحه تامه ازاي يعني؟ يعني مفيش اي مجهود زايد ممكن ياثر على الجرح. يعني لما ارجع البيت مش هروح المكتب؟ لا تشيل المكتب ده من دماغك خالص لغايه ما تخف وترجع زي الاول واحسن كمان ان شاء الله. ان شاء الله. ادخل. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. اتفضل يا وائل بيه. اتفضل. بلغني انك هترجع البيت بكره. ان شاء الله يا وائل بيه. يلا حبيبتي خدي خطيبك واتكلي على الله. حاضر يا بابا. وحضرتك يا ماما؟ حضرتي هفضل هنا جنب بابا. وبعدين انت ناسيه يا بنت ان هنا مكان شغلي ولا ايه؟ صحيح يا ماما معلش. يلا يا بابا عايز حاجه؟ لا يا حبيبتي سلامتك. خلي بالك من نفسك. حاضر يا بابا. خلي بالك منها يا حسين. طبعا يا طنط فعلي. مبروك على الخروج يا عم. الله يبارك فيك. على اذنك. مع السلامه. على اذنك. مع السلامه. مع السلامه. الف مبروك يا استاذ محمود. الله يبارك فيك يا وائل بيه. مفيش اخبار جديده عن الحادثه يا وائل بيه؟ في الحقيقه يا دكتوره انا جاي النهارده اطمن على الاستاذ محمود وفي نفس الوقت فريق البحث والتحريات مسكتين. صحيح الاستاذ محمود ما اتهمش حد لكن الوزاره كلها مهتمه بالموضوع لحد سياده الوزير شخصيا. انا طلبت الوزير في التليفون وشكرته على بوكيه الورد اللي بعته لي. الحقيقه كانت لفته كريمه منه جدا. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طمني على صحه سعادتك يا باشا. انا كويس الحمد لله. طمني انت عملت ايه؟ كل اللي سعادتك امرت بيه اتنفذ يا باشا. بس في حاجه مهمه انا افتكرتها وكويس ان وائل بيه موجود. خير يا ابراهيم افندي. افتكرت ايه؟
انا افتكرت اللوحه الورانيه بتاعت عربيه الراجل اللي عمل الحادثه وهرب. افتكرت النمره؟ نمرتها كام يا استاذ ابراهيم؟ لا انا ما لمحتش النمره كلها، انما ايه اتكلم. هي كان فيها 5 و9. ايوه 5 و9، ده كل اللي افتكرته. الكلام اللي قاله ابراهيم افندي ممكن يفيدنا في القضيه حضره الضابط. اي حاجه يا دكتور حتى لو بسيطه ممكن تفيدنا. يا رب. طبعا اذنكم عشان ورايا عمليه. اتفضل يا سناء. عموما يا ابراهيم افندي اللي انت قلته ده هيفيدنا في القضيه، بس اي حاجه تفتكرها تاني تبلغني بيها على طول، مفهوم؟ طبعا يا باشا ضروري. اهم حاجه مفرحاني يا سرية ان الاستاذ محمود بقى بخير والحمد لله، وهيرجع بيته بكره بالسلامه ان شاء الله. الحمد لله يا امل، الحمد لله. ادخل. قلت العمليات جاهزه يا دكتوره. والمريضه نقلناها. طب احنا جايين حالا. يلا يا امل. اهلا يا فريده حبيبتي. لا هتاخر شوي. رمز اخوك عندك؟ لا يا ماما، رمزي نزل، اتصلوا بيه من الشركه ونزل على طول، بس هيرجع على العشاء. طبعا يا حبيبتي، امال هناكل من غيرك يعني. حاضر يا ماما، مع السلامه. انت تاني؟ دي رابع مره تتصل بيا النهارده، مش هتكون الاخيره؟ طب واخرتها؟ جواز كده مره واحده؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ كل الحاجات دي تعرفها عني وعن ماما وعن اخويا وانا مش دريانه؟ ماشي يا سيدي، ممكن بقى اعرف انت مين؟ بصيري هعرف. طب امتى؟ طيب لما تبقى تقول انت مين ابقى ارد عليك. وانا بقى لا عايزاكي تردي عليه ولا تنطقي بكلمه لما يكون الشر راكبه. جوزك يا سعديه ايده سابقه لسانه، وانت يا اختي مش حمل بهدله كل ساعه والتانيه. هو انا بتكلم ولا بفتح بقي بكلمه واحده؟ طب ده زي ما يكون متجوزني عشان يبهدلني كل ما يلاقيني واقفه قدام. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص تعبت طهقت، ما بقتش قادره استحمل. ما هو احنا بس لو كنا اتجوزنا بعض على حب. طب ما اتجوزناش بعض على حب، صدر حنين لسان حلو يخلينا استحمل العيشه، انما لا، كل يوم ضرب وشتيم واهانه. ده زي ما يكون اتجوزني عشان اعيش العمر كله خدامه عنده بلقمتي. لا خدامه ايه، ده الخدامه احسن مني بكتير. ده انا زي ما اكون بهيمه ومربوطه في سقيد جوزي. والله ما انا عارفه اقولك ايه، بس يا سعديه، ما هو لو كان زينهم زي بقيه الرجاله كان حد فينا قدر يقعد ياخد ويدي معاه في الكلام كده ويعقله ويخليه يعاملك بما يرضي الله. ده ربنا سبحانه أمر بالمودة والرحمة بين الرجل ومراته. زينهم جوزي ما يعرفش الكلام ده يا أم شوقي، بالك؟ ده لو بيعرف ربنا بحق وحقيق كان سابني بما يرضي الله كده وكل واحد راح فينا الحال سبيل. معلش يا أختي استحملي، الطلاق برضو مش بالسهل. بس يا أختي معلش. مساء الخير. سعد مساك يا أخوي. النور يا سي إبراهيم. شكلكوا كده جايبين في سيرة زينهم وعمايله. وإحنا حالتنا سيرة غيرها؟ معلش يا سعدية، قادر ربنا يخلصك من الهم اللي أنت فيه ده. من بقعة الباب السماء يا اخوي، دعيلي. ربنا قادر على كل شيء، بيغير من حال في طرفة عين، ربنا قادر يصل حاله. من بقك لباب السماء يا رب. أما الواد شوقي فين؟ مش لابد في وسطيكوا. شوقي عنده شغل وهيتأخر شوية. ربنا يفتحها عليه. طب يلا يا اخوي، خش أنت كده غير هدومك وتشطف على بال ما حضر لك العشاء. لا عشاء إيه ده، أنا متعشي عشوة مفتخرة. ها؟ تعشيتها فين بقى يا الدلعادي؟ مع الأستاذ في المستشفى، أصر إن أنا أكون معاه. والله يا سعدية أكلت فرخ قد كده لوحدي. صح وصايا. بالهنا والشفا يا اخوي، والاستاذ عامل ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله كويس، بكره هيبقى في بيته، وابن الهرمه اللي عمل عملته ده البوليس باذن الله خلاص قرب يمسكه، والفضل يرجع لي لان انا اللي اديتهم الخيط. ازاي بقى يا سي ابراهيم؟ لا ده موضوع بقى بحكي لكم بعدين، اصل انا عايز اخش انام لان عندي شغل الصبح. عن اذنكم. اتفضل. سلام يا اخوي. تصبح على خير. بقول لك ايه يا سعديه حبيبتي، اتعشيتي ولا اجيب لك تتعشي؟ ومين له نفس بس يا ام شوقي؟ مين له نفس؟ الصبر يا حبيبتي الصبر. وانا حالتي غير الصبر اللي مخليني مستحمله.
طب ده الصبر غلب واشتكى من صبري. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده حتى أخويا فوزي اللي ماليش غيره لا لقيت فيه الصدر الحنين اللي يحميني ولا الإيد اللي تطبطب عليا وتمسح دمعتي، وكل ده من زينه اللي طوي تحت باطه ومخليه عايم على عمه. بس لو أعرف إيه اللي بينهم وإيه اللي بيعملوه. معقول الكلام اللي بتقوله ده يا خال؟ ايوه يا ابني، انت بتسألني وانا جاوبتك. يعني انت متأكد ان صالح بلدياتي ما هو شغال هنا؟ ما قلت لك لا، انا بواب هنيتي بقالي سنين، مفيش بواب غيراني. ساي بس، ده هو مش هيعلي جواب على البلد ان هو شغال هنا، مش دي برضه نمرة 17؟ ايوه 17 مظبوط. طب ليه كده صالح؟ ليه كده؟ يعني تجيبني من البلد على ملا وشي وتقول انك هتلاقي لي شغل، وترجع تديني عنوان غلط وترجعني البلد قفايا قمر عيش. اغص عليك يا صالح، اغص، ما كانش العشب. ما يكون صاحبك ده اعطاك عنوان على بوابة تاني وانت اللي جيت هناك غلط؟ لا يا خال، ده هو مش هيعلي على العنوان ده. يبقى ضحك عليا، منه لله. منه لله يا ابني، هي الدنيا كده، فيها الصالح وفيها الطالع، وانت وبختك. اشرب يا ابني الشاي، اشرب. ماشي، عندك حق، وهو صالح طلع ما هو الصالح، لكن معلش. معلش يا ابني معلش، بكره ربنا يرزقك ويعدلها لك ويغنيك عن عبيده. امين يا رب العالمين، ويعدلها لزينهم. اه يطلع من زينهم ده؟ ده اخويا الكبير، اصله شغال فوق وين؟ قصدي بره، شغال في بلاد بره يعني. اه، وايه اللي موديه بلاد بره ومشحطه؟ ما بلده اولى بيه. اكل العيش مر يا خال، وهو بيلقط رزقه. ادعي له ربنا يسهل له ويعينه. ربنا يكرمه ويسهل له ويعينه ويفتح له الابواب المسدوده. نوم العواف يا خال. مقسم براحتك كده. افارم عليك يا زينهم، هو كده الشغل ولا بلاش؟ تلميذك يا معلم صوان وليا الشرف، انت تاج على راسي بتباهى بيك في كل حته، ولولا خططك اللي ما بتخرش الميه ورسمتك الحلوه الشغل ما بقاش. لا انت ليك تتلفف حرير، انما قول لي ما قابلتكش اي مشاكل في الشغلانه دي؟ ابدا يا معلم، بفضل دعاك ليا ورضاك عليا الشغله كانت سهله على الاخر. يعني خارطه الشقه اللي اترسمت طلعت مظبوط؟ الا مظبوط مسطره. انا كنت بتمشى في الشقه من ركن لركن وبدهوس فيها كاني كنت ساكن فيها قبل كده. بصراحه يا معلم عطيات رسمت الشقه رسمه، انما ايه، رسمه هندسه اخر حلاوه. تشكر يا زين. عطيات دي صاحبه مخ كمبيوتر الكتروني وادم سعد من يومها، وهو على قدك يا زينب، عمرها ما راحت شقه واشتغلت فيها الا ورجعت وجايب لنا الخير كله من وراها. شكرا يا معلم. بصراحه بقى يا معلم انا بتباشر بيها. الا بلا قافي يا عطيات. نعمين يا معلم. انت لما استنطت على راجل صاحب الشقه وهو بيتكلم مع مراته قبل ما يسافروا، ايوه، سمعت قال لها سايب في الخزنه قد ايه؟ 40,000. وهم فعلا 40,000. تعجبني فيك امانتك يا زينب. يا معلم صوان، احنا طول عمرنا شغالين مع بعض بالشرف والامانه. وده اللي محببني فيك اكتر. مال حجم شغلتنا الخطرة دي لازم أن يتوفر فيها الشرف والأمانة، وإلا ما تفعش تبوظ. طبعا يا معلم. خد اعطيات يا أختي، أدي نسخة مفتاح الشقة اللي انت سهيت أصحابها وعملتيه. ماشي زين. إنما أقول اللي عملت إيه مع الرزيل بواب العمارة؟ لا ده أمره كان سهل أوي يا معلم. الواد فوز خمراتي خده على حجره واحدة واحدة ودخل بيه في رواية لا ليها أصل ولا فصل. طلعت انا على الشقه وخلصت مأموريتي ونزلت لقيت البواب ده رايح في سابع نومه. اتهري الواد فوز الله يقطعه سهاه وحط له في كوبايه الشاي حبايه مناور خلابها اسطيحه. انت لسه مرضك بتشغل الولد اللي اسمه فوزي ده معاك بالباطن يا زينهم؟ ايوه يا معلم لسه بشغله معايا. وليه بس كده يا اخي؟ الله، ودي فيها ايه بس يا معلم صوان؟ اصل قريبك ده وبصراحه كده من غير ما اشوفه ولا اعرفه انا مش مرتاح. بالعكس بقى، فوزي ده اخو المدام بتاعتي، يعني نسيبي هو منه بيساعدني ومنه بيسترزق بسبوبه من ورايا. الواد فوزي ده انا اللي مربيه، يعني زي الخاتم في صباعي. عايزك بقى معلم صوان تطمن له على الاخر. بس 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 يا ماما، ايه ده كله؟ هاكل ده كله ازاي؟ قولي انت لازم تتغذي كويس،
انت بتذاكري وبتحرقي طاقه فلازمك سعرات حراريه عشان تعوضيها. ايوه يا ماما بس كل ده ما تاكلي وبلاش دلع بقى. وبعدين ايه البلوزه اللي انت لابساها دي؟ ايه مالها البلوزه؟ مكشوفه قوي يا فريد. يا رمزي الموضه كده يا حبيبتي، احنا مالنا ومال الموضه؟ كل انسان بيلبس اللي يناسبه ويناسب عاداته وتقاليده اللي اتربى عليها. اختك متربيه كويس وانا عارفه انا مربياكوا ازاي. عارف عارف يا ماما، بس البلوزه دي يعني مالها يا حبيبي؟ ما هي لابساها في البيت. كل انت بس ايش حل لو ما كنتش طياره بتلف العالم وبتشوف البنات بره بتلبس ايه؟ كنت عملت معايا ايه؟ معقوله اخويا انا يبقى دقه قديمه كده؟ يا فريده يا حبيبتي انا مش دقه قديمه ولا حاجه، وانت عارفه كده كويس. اما بخصوص بقى بنات بره وتقلعهم وبيلبسوا ايه، فدي حاجه احنا مالناش دعوه بيها. وانا عايزاك تطمن من ناحيتي خالص، لاني عارفه حدودي كويس. ده غير بقى ان اختك ب 100 راجل. في دي عندك حق يا فرفوره. شفت؟ طبعا اذنكم بقى. على فين؟ ما كملتيش اكلك يا حبيبتي. والله العظيم يا ماما شبعت، مش قادره اكل تاني، وبعدين عندي شويه مذاكره قد كده. الوقت متاخر قوي يا حبيبتي، كفايه مذاكره لحد كده. لا يا ماما هذاكر شويه وبعدين ابقى نايم. طب يا حبيبتي براحتك. تصبحي على خير. وانتي من اهلي. قولي يا رمزي عملت ايه في الشركه؟ في خبر كويس جالي النهارده من زمايلي يا ماما. خير يا حبيبي؟ مرتبي زاد 200 دولار. مبروك يا حبيبي، فعلا خبر يفرح. بس احسن خبر هو اللي سمعته منك النهارده يا ماما، ان اونكل محمود هيرجع بكره بيته. انا بحب الراجل ده قوي يا ماما، بحس ان هو في مقام بابا الله يرحمه. وهو كمان بيعزك قوي يا حبيبي. فاكر يا رمزي؟ فاكر زمان لما كنت انت واختك صغيرين كنتوا بتقعدوا مع هبه قد ايه عندهم في البيت؟ فعلا يا ماما، ما كناش بنسيب بعض خالص، يا انا وفريد عندهم يا اما هبه عندنا. عشره عمري يا ابني. على فكره انا وسرايا زمان كنا فاكرين انك انت وهبه لما تكبروا هتتجوزوا، عشان كنتوا متشعلقين ببعض وما بتسيبوش بعض ابدا. فاكر؟ طبعا فاكر. ودي حاجه تتنسي يا ماما؟ انا كمان كنت متصور ان هبه دي اتخلقت علشاني وانا اتخلقت علشانها، انما بقى لما كبرنا اتضح لنا ان احنا اخوات مش اكتر من اخوات. الو انت تاني؟ عايز تقولي ان اسمك عصام؟ طيب وبعدين يا عصام ايه؟ قول تاني كده. ده انت بتقول شعر اهو. طيب طيب بعدين. ها اتفضل. ايه يا حبيبتي كنت بتكلمي مع مين؟ دي هبه يا ماما، اصلي مش جايلها نوم فكانت بتسالني على حاجه. طب يا حضرتك تصبحي على خير. وانتي من اهلي يا ماما. نورت بيتك يا سعاده البيت. الله يخليكم. يا سلام. متشكر قوي. ده النهارده عيد وفرح، الف بركه لقبتك بالسلامه يا سعاده البيت. الله يسلمك يا رب. منه لله اللي كان السبب، منه لله. يا الف نهار ابيض يا الف نهار ابيض. قلوبنا كانت دايما معاك يا بي والله. نورت بيتك يا محمود. منور بيك يا حبيبتي. يا سلام. مفيش احلى من ان الواحد يرجع لبيته. ربنا ما يحرمك مني ولا يحرمنا احنا كمان منك يا حبيبي. تعرف يا سرايا انا جاتني لحظه عجيبه قوي حسيت فيها ان احتمال ما ارجعش البيت تاني. اخفى عليك، بعد الشر يا حبيبي، ازمه وعدت. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبتي. تعبتك انت وهبه معايا الكام يوم اللي فاتوا دول. ايه بقى الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ هو احنا لينا مين غيرك يا حبيبي؟ ربنا يخليك لينا، ده انت اللي منور حياتي انا وهبه. وربنا يخليكوا ليا وتنوروا حياتي على طول. ويخليك لينا يا حبيبي ويبعد عنك كل شر. اه بس لو نعرف
اللي حصل ده كان سببه ايه؟ في شاهد يا باشا من سكان المنطقة اللي فيها مكتب الأستاذ محمود، تصادف وجوده وقت وقوع الحادث وسمع صوت الرصاص فخاف واستخبى، ومن مكانه لمح العربية اللي كان فيها الجاني وقدر يلقط نمرتها. دي نمرتها يا باشا. دي من الفيوم يا وائل. مظبوط يا باشا. ونمرها فيها 5 و9 تمام، زي ما قال الراجل ده اللي اسمه ابراهيم افندي وكيل مكتب الاستاذ محمود. تمام سيادتك. طب والشاهد ده كان ساكت ليه لغايه دلوقتي؟ وليه ما بلغش في ساعتها؟ خاف يبلغ يا باشا. خاف؟ خاف من ايه؟ افتكر انها عمليه ارهابيه وخاف لحسن تطوله هو كمان. عمليه ارهابيه ايه يا وائل؟ المواضيع دي احنا انتهينا منها من زمان والحمد لله. اهم حاجه عندك دلوقتي انك توصل باسرع ما يمكن لصاحب العربيه دي. وصلت له يا باشا عن طريق كمبيوتر المرور، وهسافر له الفيوم دلوقتي حالا بعد اذن سعادتك. اتفضل وربنا يوفقك. كريم باحث امن القاهره. اهلا وسهلا يا فندم، تحت امرك. اتفضل. العربيه 5906 ملاك الفيوم ملكك مش كده؟ عربيتي يا باشا، ومش دي بس، انا عندي كمان 4 عربيات وكلهم تحت الطلب وبيتاجروا لاسبوع. احنا عارفين الكلام ده كله، انا اللي يهمني العربيه اللي كلمتك عنها بالذات. هي زي غيرها بتتاجر لاي اسبوع. ويا ترى اجرتها لحد وبالتحديد يوم 9/9؟ يوم 9/9. لحظه واحده معايا. يوم 9/9. أيوة يا فندم، هي اتأجرت لواحد اسمه عوض خليل عوض لمدة 24 ساعة. واستلمها منك الساعة كام في اليوم ده؟ استلمها الساعة 4 ورجعها تاني يوم برضه في نفس الميعاد. يا ترى بياناته الشخصية عندك؟ أكيد طبعا عندي، وعندي كمان صورة لبطاقته الشخصية. طب ممكن أشوفها لو سمحت؟ دي أه. أيوة عوض خليل عوض. انت تعرفه كويس؟ معرفتي بيه بدات يوم ما جه اجر العربيه بس. يعني مالكش بيه اي معرفه شخصيه؟ في الحقيقه لا، بس واضح ان هو من بلد هنا، بطاقته طالعه من هنا وكمان عنوانه هنا. طب احنا متشكرين جدا. تحت امرك يا باشا. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. لو سمحت. يعني في واحد بيقعد هنا اسمه عوض خليل عوض، تعرفه؟ طبعا اعرفه، انا سالت عليه وقالوا لي هنا في القهوه. مظبوط. امال هو فين يعني؟ انا مش شايفه. سلامت النظر يا فندم، قاعد هناك اهو. انت عوض خليل عوض؟ ايوه انا عوض. غريب. وايه الغريب في كده حضرتك؟ ممكن اشوف بطاقتك؟ هو في ايه حضرتك؟ ما تفهمني امال. اسمع يا عوض، انا ظابط مباحث من مديريه امن القاهره، ممكن اشوف بطاقتك؟ امرك يا بيه. بطاقتي لسه عاملها بدل فايد من كام يوم، وبطاقه الرقم القومي هتطلع كمان 10 ايام. نفس الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد بس الصوره مختلفه. بطاقتك القديمه ضاعت منك امتى يا عوض؟ من كام اسبوع كده. يبقى اللي لقاها شال صورتك وحط صورته وعمل اللي عمله. عمل ايه يا بيه؟ مش مهم تعرف، المهم انك تحافظ على بطاقتك بعد كده عشان ما تضيعش منك تاني. اقعد يا عوض. الف حمد
تدل على سلامتك يا عمي محمود. الله يسلمك يا فريد. الحمد لله يا عمي، شده وزالت خلاص. نشكر الله، كل اللي يجيبه ربنا كويس. والله يا بابا انا روحي رجعت لي اول ما حضرتك نورت البيت. ايوه بس انا زعلان يا هبه. ليه بس يا بابا؟ علشان من اول ما دخلت المستشفى انت ما رحتيش الجامعه خالص. لا يا بابا ما تقلقش، حسام بينقل المحاضرات اول باول وبيجيبها لي على طول. ميرسي يا حسام، تعبناك معانا. يا سلام عليا يا طنط، انا لو مش هعمل كده عشان هبه هعمل كده عشان مين؟ ربنا ما يحرمكوش من بعض ويخليكوا ليهم. هبه وحسام ما لهمش بركه الا انتوا. هما مالهمش بركه اللي احنا دلوقتي بس، انما بكره بقى لما يبقى لهم بيت واولاد هينسونا خالص. معقوله يا ماما انا انساكم؟ دي مفيش اي حاجه في الدنيا تخليني انساكي انت ولا بابا ولو للحظه واحده. هبه هتفضل طول عمرها متعلقه بانكل محمود وطنط سرايا، وده شيء انا متاكد منه لان عارفها من صغرها كويس جدا. شفتوا بقى، اهو اتضح ان رمزي اكتر واحد فهمني. طبعا يا ستي، رمزي اخويا من صغرنا وهو بيعوم على عومك وبيدافع عنك وبيجاملك كمان. بدافع عنها لانها طول عمرها على حق يا ست فريده. محمود انت لسه خارج النهارده من المستشفى، يعني لازم تقوم تريح بقى، كفايه كده وانا قاعده مع الجماعه، هم مش غرب. الدكتوره حكبت واوامر الدكتوره لازم تنفذ. بعد اذنكم يا جماعه. اتفضل يا بابا. تعالي يا فريده جنبي. على فكره يا حسام، انت لازم تلبس خاتم فضه وفيه فص ازرق. يا سلام، ليه؟ عشان ايه؟ عشان انت محسود. محسود؟ محسود على ايه؟ على الوردة الجميلة اللي انت قطفتها من جنينة عمي محمود. وردة؟ وردة ايه؟ هبة. هو في وردة اجمل من هبة؟ ده ايه الرقة والذوق ده كله يا سي رمزي؟ يا خبر، الكلام كان هياخدنا. على فكرة هبة، البرفيم اللي انت طلبتيه مني لفيت باريس حتة حتة عليه ما لقيتوش، بس جبتلك نوع تاني، بس يا رب ذوقي يعجبك. اتفضلي يا ست. اكيد هيعجبني يا رمزي لاني عارفة قد ايه ذوقك جميل. رمزي طول عمره ذوقه حلو. هو في احلى من ذوق اخويا رمزي؟ ده بيجيب لي حاجات من بره بتطير عقل زمايلي. بعد اذنك يا طنط، انا عايز جوه هبه. اتفضلي يا حبيبي. على اذنك يا ماما. اتفضلي يا حبيبتي. بيحبها قوي. وهي كمان يا طنط بتحبه. ربنا يسعدهم ويتمم لهم على خير. اتفضلي. ها يا سيدي. ممكن افهم بقى ايه اخر خفه الدم بتاعت اخينا اللي قاعد بره ده؟ خفه الدم ايه؟ مالك يا حسام متنرفز كده ليه؟ متنرفز بسبب اللي شفته وسمعته بينك وبين الطيار ده. رمزي؟ ايوه سي رمزي. تطلبي منه برفانات وهو يجيب لك على ذوقه، وذوقك حلو قوي يا رمزي. هو في ايه بالظبط؟ انت اللي في ايه بالظبط يا حسام؟ في ان انا ما بيعجبنيش الحال ده يا هبه. احنا رجعنا تاني لامور الغيره مش كده؟ بقول لك ايه، ما تحاوليش تداري الحقيقه. حقيقه اللي هداريها ان انت ورمزي، قصدي ان رمزي معجب بيكي. حسام انا قلت لك 100,000 مره ان رمزي ده زي اخويا بالظبط، واللي بيني وبينه مش اكتر من اخويا صدق. انت فاهم؟ يا سلام. يعني انت مش مصدقني؟ انا ما بصدقش غير اللي بشوفه بعيني وبسمعه بوداني. اللي بتشوفه بعينك وبتسمعه بودانك ده في مخك انت بس، عقلك بيهيئ لك حاجات مش موجوده اساسا. حسام من فضلك بطل الغيره دي، وبعدين وطي صوتك، الناس قاعدين بره. يا هبه انت عارفه كويس قوي اني بغير عليك لاني بحبك. بس الغيره الزايده قوي دي ممكن تتحول لشك، وساعتها الحب هيموت. حبنا عمره ما هيموت يا هبه. لو عاوز حبنا يستمر يا حسام ويكبر اكتر واكتر، لازم تشيل الغيره من جواك خالص وتحط بدلها الثقه. انت عارف كويس ان انا بحبك زي ما انت ما بتحبني بالظبط. خلاص يا ستي، انا اسف وبعتذر لك. وانا قبلت اعتذارك يا سي حسين. شام، يعني سمتك مش حلوه؟ موجود منها كتير في مصر، متلقاها على الرصيفه في العتبه والموسك. برضه مفيش بايده فيك، بس برضه بحبك. وتعالى هنا يا استاذ، ايه لازمتها القمصه وقلبه الوش دي في عز ما انا فرحانه بعد خروج بابا من المستشفى؟ ما خلاص بقى، قلت لك انا اسف واعتذرت لك. وعموما يا ستي الف حمد لله على سلامه عمي. بس في حاجه مهمه قوي يا حسام لازم نعرفها. ايه هي؟ لازم نعرف مين اللي عمل كده في بابا، وعمل كده فيه ليه، وعشان ايه. ها، وعملت ايه بعد كده يا وائل؟ عملت مسح شامل في البلد يا باشا، وسالت عن صاحب الصوره، لكن بكل اسف لا مستدل عليه، مفيش مخلوق يعرفه ولا حد شافه قبل كده. يبقى اكيد الولد ده مش من اهالي الفيوم، واغلب الظن انه من بلد تاني، وهتلاقيه نزل الفيوم مخصوص عشان ياجر العربيه دي ويرتكب بيها جريمته. وقطعا بعد ما عمل اللي عمله رجع العربيه لصاحبها ورجع تاني على بلده. مؤكد هو ده اللي حصل يا باشا، وده كان برضو استنتاجي. المهم دلوقتي ان صوره الجاني تحت ايدينا، وده في حد ذاته تقدم كبير في القضية. اسمع يا وائل، الصورة دي تعمل بيها نشرة وتتوزع على كل محافظات الجمهورية، وإن شاء الله إن شاء الله هنوصل لنتيجة. إن شاء الله يا فندم، تحت أمر سعادتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ترى محمود بيه موجود؟ ايوه موجود. طب ممكن اقابله؟ طيب اقول له مين حضرتك؟ انا وائل عبد الكريم ضابط مباحث، لو سمحت اديله الكارت ده. حاضر يا فندم. دقيقة واحدة. ادخل. اتفضل يا فندم. شكرا. اهلا اهلا وسهلا يا وائل بيه. اهلا بيك يا محمود بيه والف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضل حضرتك اتفضل. ارجو ان ما كنتش جيت في وقت غير مناسب. ده انت حضرتك تشرفني في اي وقت. في الحقيقة أنا جيت النهاردة بعد ما توصلنا لبعض المعلومات المهمة اللي هتوصلنا للجاني اللي ارتكب جريمته ضدك. ده شيء عظيم جدا. بس ده هتوقف على كلمتك الأخيرة اللي هتساعدنا في الوصول إليه. ولا تحت أمرك. اتضح لنا محمود بين العربية اللي كان راكبها الجاني وقت ارتكاب الحادث ملاك الفيوم، وكان مأجرها من مكتب تأجير سيارات. فيوم؟ بس يا وائل بيه أنا ما أعرفش حد في فيوم خالص علشان يتربص لي ويضربني بالرصاص. أستاذ محمود إحنا عندنا احتمالين مؤكدين. الاحتمال الاولاني ان الجاني مش من الفيوم نفسها، والاحتمال الثاني والمؤكد انه عمل كده بدافع الانتقام وهو ده المبرر الوحيد لعملته. بس انا باكد لك ان مفيش خصومه او عداء بيني وبين اي حد من اي مكان. عموما يا استاذ محمود احنا توصلنا لصوره الجاني، حضرتك دقق فيها يمكن تعرفها. معقول؟ ها يا استاذ محمود افتكرته؟ تعرفت عليه؟ بس الولد ده مش من الفيوم، ده من أسيوط.